رأيي رأيي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم أنا 7 نوفمبر 2023، يعني أيام قليلة وسندخل في 2024. قمت بزيارة خاصة يعني لكثرة العياء والتعب، تمنيت أن نزور ولاية بلعباس وفلسان في نفس الوقت، ولكن فعلتها فعلا. أخذت ليك مشاهد بلعباس، بلعباس من فلسان. اليوم راني في لوري، هذا المكان خلاب اللي يعجبني، يعني كي تكون في الصيف ما عندكش الوقت باش تشوفه، لان يعني كثرة السواح وكثرة خاصة يوجد السواح بزاف والغاشي بزاف، يعني ما عندكش الوقت باش تعرف عليه. اليوم راني وحدي انا والزميل تاعي، واحد ما في لوري، يعني النسمات اللي نزلت علينا والبركات اللي نزلت علينا والحاجة الشابة اللي فيها انه الهواء نقي، ورانا في لوري. ها هو انا، بالك صاحبي دور شوية البورتابل تشوفوا، يعني حاجة شابة الله يبارك. وحدنا وفرحت، يعني رانا في الحالية سعداء. الجو نقدر نقولوا ماشي مشمس، يعني جو شتائي، في نفس الوقت فيه نسمة ريحة شابة تاع الأشجار وتاع، لأن علاش أنا قلت لك كيما يكون السواح بزاف يعني الجو يتغير طبعا مع الزقا مع كذا. اليوم شنو نقولوا، نطلب من المعنيين بالامر باش يقوموا، وماذا بيه صديقي يتصور لنا هذه باش يقوموا ينظفوا هذا المكان. يعني ها هو هنا القراع تاع الجازوج، الاوساخ، يقوموا ينظفوه، يبروفيتو لوكازيون مادام كان الشعب ينظفوه باش يبقى هذا اللوريت او هذا الشلال اللوريت حاجه شابه الله يبارك. يقدر يجي صاحبي اللي يتبعني، علاش باش يفهموا بلي لوريت هذه ماهيش غير الشلال، لوريت هذا الشلال جاي في وسط الجبال، يعني الجبال شامخات، شوفوا هذا المصور تاعي لنا، الجبال شامخات الاحجار، وفي نفس الوقت نزيد نعطي نصيحه بشهد الله، يعني يديرونا خلي يقعد لهي، يقعد لهي صاحبي شوف لي باش يديروا لنا السكيورتي باش ما يطيحوش هذوك الاحجار على الناس، لان تشوف اي شويه تاع النو ولا يتنفخوا يطيحوا على الناس ويضربوا الناس. نتمنوا ان شاء الله يعوضوهم، هذا ما نطلبوا، باش تكون السكيورتي للسائح اللي يجي هنا لوريت باش ما يتاثرش ولا ينجرح ولا. والحق عجبني، اروح تجي منا وتشوف، يعني كيما شفنا الاحجار اللي تشوف فيها قادر تطيح، يعني ها هي هنا قادر حاجه شابه. يعني لوريت هذا راهي معروفه فيها الجبال الشامخات الله يبارك، هما الا اننا متخوفين من هذه الحجاره، شوف هذه الحجاره قادر يطيحوا. نتمنوا ان شاء الله يعوضوهم، وبارك الله فيكم وشكرا.